جميلة جميلة جميلة. لاحظت بصوت أبي الغضب سيطر عليه، لأنه مو راضيان عن نفسه ولا عن الوضع اللي وصل إله. هو بالأساس كل ما حاول يستقر بوضع بيضيع أكثر من قبل. جميلة. كان يتضايق من أمي لأنها على طول كانت مثل أغصان الشجر تتمايل مع الريح، حتى لو مالت ونزلت على الأرض ترجع بتوقف مرة تانية. بس بابا مثل شجرة النارنج، إله هيبة من برا بس هش كتير من جوا، لدرجة إنه بيخاف إذا نهار ما يقدر يوقف على رجليه. ولهالسبب كان جانن وعلى طول محتار وضايع. بعكس أمي كانت طيبة وقوية وذكية كتير ومراية سابقة لأبي، بتأرجي حقيقة حاله من جوا ومن برا. بس بابا ما كان يحب حقيقة حاله يلي تورجيها ماما. جميلة. شو بده هذا أمي؟ رايح أشوف شو بده. أمي تا ابني تا. جميلة أمي. مرحبا أمي. ممكن تقولي لجميلة تطلع على الباب، بدي أحكي معها. قولي لها من هون رح حكي، ما رح أتحرك لا تخاف. لك لعيت لنا قلبنا، ما عاد تفهم. المخلوقة ما بدك. أمي عاوزة بكلمتين، أنت قولي لها بس تجي. بوعدك إني رح ضل واقف هون، ما رح أطلع، خليها تجي ماشي؟ بوعدك. لك بوعدك. يلا روح العب جوا أنت حبيبي، يلا. قال ما بيروح ليحكي معك بموضوع. مرحبا جميلة. جميلة أنا راكبتني الهموم ومليت، وانتي مليتي وتعبتي، بعرف هالشي. بدك نروح لعند الداية ولا على المشفى؟ موافق بس خلينا نخلص بقى. جميلة أنا والله أنا ما عم صدق. لك يخرب بيتك شو غبي. لك طالما بدك تغير رأيك وتتراجع، ليش مو من الأول تركتها وما جنيت؟ المسكينة المسكينة كانت رح تروح فيها بسببك. لك بعد شو جاي تحكي هالحكي؟ والله ما عم بفهم. طيب انا شو لازم اعمل؟ قالوا لي شو اعمل؟ انا هيك كان بدي امي، ولا مبسوط باللي صار؟ انا قلت لها خلينا نرجع مثل قبل وصلح غلطتي، بس حضرتها ما رضيت بشي. شو اعمل؟ هي ما بدي اني لا بالحلال ولا بالحرام. هلا كارولين حامل، شو اعمل انا؟ قالوا لي شو اعمل؟ قولي. لك جاوبيني.